السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة لكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نكلمكم في شوية أسباب متنوعة كده ممكن تقلل أو تقطع إنتاج البيض. بعض الأسباب دي تخص فصل الشتاء اللي احنا لسه فيه ولسه مخلصش، وبعض الأسباب التانية اللي هي أغلب الأسباب بتخص الطيور عامة، يعني في كل الأوقات وفي كل الفصول. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل عشان في ناس طلبت مننا أننا نشمل ونجمع كده كل الأسباب اللي بتقلل إنتاج البيض أو بتقطع إنتاج البيض، فهنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده. لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في أسباب كتيرة داخلية أو خارجية ممكن تأثر في إنتاج البيض وتقلل إنتاج البيض. يعني في أسباب بتبقى على مستوى الهرمونات اللي عند الدجاجة، والهرمونات دي طبعا هي اللي بتغير حالة المبيض وقنوات البيض. قنوات البيض دي هي الأعضاء المسؤولة عن التبييض في الدجاجة، وطبعا ده كله بينتج عنه في الآخر إن الدجاجة بتتوقف عن وضع البيض. تمام؟ لأسباب كتيرة بقى. أول سبب معانا طبعا احنا عارفين ان الفرخة او الدجاج البياض عموما بيحتاج حوالي 16 ساعة من الضوء يوميا، ولما مدة النهار بتقل تدريجيا لحد ما توصل 12 ساعة واقل كده، كمان اقل من 12 ساعة اعتبارا طبعا من نهاية الصيف لحد فصل الشتاء، لحد يعني خلال فصل الشتاء، ساعتها بقى انت هيقل عندك الانتاج، هيقل انتاج البيض بشكل واضح جدا، ممكن يتوقف نهائيا. تمام؟ وبعد كده بعد ما يتوقف هيتم تبديل الريش اللي هي مرحلة القلش، طبعا ده بسبب توقف تبييض الدجاج في الشتاء، وتستغرق هذه الحالة عدة اشهر، يعني بتقعد فترة، وانت طبعا وشطارتك ممكن تخليها شهر واحد لو اهتميت بالطيور في فترة القلش. وعشان نتغلب على توقف الدجاج عن البيض في الشتاء بسبب نقصان ضوء النهار، انت ممكن تعوض الضوء ده بوضع ضوء صناعي بدءا من فصل الخريف. ليه طبعا؟ لان هي موضوع بيقل من الخريف، فانت بداية من فصل الخريف تبدأ تستخدم الضوء الصناعي علشان نعوض عدد الساعات اللي الدجاج البياض محتاجها، اللي هي حوالي من 14 ل 16 ساعة يوميا. وطبعا هو بينصح ان احنا ما نستعملش اضاءة صناعية اصلا في الشتاء، ونسيب الدجاج يبدل الريش بتاعه، لكن استخدام الضوء الصناعي افضل في الخريف بنسبة كبيرة جدا. تمام؟ وطبعا لازم يكون الضوء المستعمل ده لامع جدا، يعني عادة ضوء 40 واط يعني لكل 100 قدم مربع من ارض الدجاج. تمام؟ لكل 100 قدم مربع، يعني مساحة 100 قدم مربع تاخد لها ايه؟ تاخد لها 40 واط. طبعا لازم نستمر بالضوء الصناعي. ليه؟ لان نسيان يوم واحد بس من الضوء الصناعي ده هيأثر سلبيا على الانتاج وعلى تبييض الدجاج على طول في وقته، يعني في وقته بشكل سريع جدا، وانت هتندهش ازاي الضوء ممكن يأثر على انتاج البيض بالسرعة الرهيبة دي. تمام؟ طبعا افضل وقت لتعويض الضوء هو الصباح قبل طلوع الشمس، علشان يفضل النور شغال على طول، اللي هو قبل طلوع الشمس بكام ساعة كده، باربع خمس ساعات، علشان ياخدوا اربع خمس ساعات من الاضاءة، وبعد كده تطلع عليهم الشمس ويكملوا بعد كده. تمام؟ ده بيبدأ التبييض، طبعا تبييض الدجاج بيبدأ طبعا مع طلوع الشمس. احنا بقى عايزين ندي اضاءة قبل طلوع الشمس، وكده هنضمن ان الدجاج يبيض في العشة ومش هيبيض خارج المكان المخصص لانتاج البيض. ممكن طبعا نستخدم استخدام مؤقت للضوء علشان نضمن استمرارية الضوء قبل طلوع الشمس الصبح او بعد غروب الشمس، يا قبل طلوع الشمس يا بعد غروب الشمس، عشان ال 16 ساعة تبقى متواصلة من الاضاءة. طبعا في اسباب كتيرة غير موضوع الاضاءة لها علاقة بقلة انتاج البيض، عشان احنا خلاص طالعين من فصل الشتاء وداخلين على الربيع وداخلين على بعد كده الصيف. فالاسباب الاخرى دي تتعلق بقى بالعليقة اللي انت بتقدمها، مكونات العليقة لازم تكون متنوعة. طبعا ما ينفعش تدي عنصر واحد على طول، بروتين على طول او كالسيوم على طول او خضروات على طول، لازم تنوع
طبعا العلف ده من الحاجات الاساسيه اللي ما ينفعش نقطعها ابدا عن الطيور، وطبعا الامراض المختلفه بتؤثر على الانتاج بشكل كبير جدا اللي بتصيب القطيع. اي امراض بقى، اي امراض ممكن تصيب القطيع، ممكن تعمل فقدان في الشهيه فما ياكلوش فالانتاج يقل، او حتى ياكلوا بس يفضل عندهم مثلا اسهالات او اي امراض كده تعطل دورة تحويل الاكل للانتاج وتحويل الاكل اللي بيدخلهم لبيض، فكل ده بيؤثر سلبيا على انتاج البيض. كمان ممكن يكون في نقص في البروتين، نقص في الاملاح المعدنية، ونقص في العناصر الغذائية المهمة اللي بتدخل جسم الطائر. كمان ممكن يكون في صداع او دوشة حوالين مكان التربية، يكون في كده ايه زي ما تقول هزات نفسية للقطيع، اصوات مزعجة، ضوضاء، اصوات حيوانات، فئران، حشرات، كل الحاجات دي بتقلق الطيور، ولما تقلق الطيور عمرك ابدا ما تقدر تاخد منهم انتاج، خصوصا الدجاج البياض. الدجاج البياض ما بيستحملش اي هزات نفسية او فجائية كده ويتخض كده كل شوية بصوت كلاكسات عربيات مزعج وعالي، او مربي غريب او حد غريب يدخل عليه غير المربي اللي متعود يشوفه، اي حاجة ممكن تقلق الطيور. تمام. وبرضو نقص الاكسجين في العنابر، ممكن ده يحصل بسبب ان في غازات ممكن تكتر في العنبر او جوه العشة، زي غاز الامونيا. غاز الامونيا لما بيكتر بيبقى مكان الاكسجين على طول، وده بيؤدي قطعا لقلة انتاج البيض، وده بسبب الامراض اللي هتصيب الطيور. طبعا اي نوع من انواع الطيور عندك الاكسجين قل على طول، يعني غاز الامونيا ارتفع، يعني في نقص في الانتاج وفي امراض كتيره جدا. طبعا غاز الامونيا ده بيطلع من الفرشه اللي فيها فضلات لما ما يكونش فيه تهويه جيده، فبرضه احنا كده بندخل على فكره تانية بتؤثر على انتاج البيض، وهي سوء التهويه. سوء التهويه بيؤدي مباشره لقله انتاج البيض، لكن طبعا يعني بيعمل اسباب تؤدي الى قله انتاج البيض. فسوء التهويه يخلي غاز امونيا، يخلي فيه امراض، يخلي فيه على طول قلة في انتاج البيض. كمان الشمس المباشرة، الشمس المباشرة اول ما تشرق، يعني الشمس اول ما تطلع وتبقى قوية كده يعني بدايتها، ما ينفعش تدخل على العنبر على طول مباشرة، لازم نغطي العنبر وما نخليش الشمس تدخل على طول في العشة او على الطيور اول ما تطلع، لان بداية اشعة الشمس دي بتبقى مضرة، لكن بعد شوية ممكن نخلي الشمس تدخل عادي. دي اغلب الاسباب اللي ممكن تؤثر في انتاج البيض. طبعا كل سبب فيهم مهم، لكن على حسب عندك انت بقى في المكان اللي انت بتربي فيه انه سبب متكرر وهو اللي بيقلل لك انتاج البيض. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. وما تنساش تعمل تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور، ايا كانت المشكلة وايا كان نوع الطائر، وهنرد عليك ان شاء الله في اقرب وقت، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.